ركاز لتعزيز الأخلاق. طيب وين اللي يتحكم في نفسه؟ ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه. طيب ملك نفسه في مشحون، لازم يطلع، يطلع بالذكر، يطلع بالاستغفار، يطلع بالقرآن، يطلع بشكوى لذي يعني عقل، ما يطلع بزكاير، ما يطلع بخمر، ما يطلع بمصيبة. يا جماعة الطيارة اللي سافرت فيها رجعت فيها بالليل مو الجمعة هذه اللي قبلها، والشيخ علي يعرف القصة، وعبد الرحمن الحميدان رئيس مجلس البلدي بالكويت يعرف القصة لأنه كان معنا في المطار راجع الساعة واحدة. أنا واقف نختم ونبنمشي، ولا واحد من أبناء البلد جاوز 55 لابس بدلة وبالطو وبنطرون، هلا شيخ محمد، هلا بالغالي، شفت البلد وين رايحة؟ فلان بالأسماء الكبيرة تحت جوتيي، فلان الثاني أكبر منه تحت عالي. الناس تسمع يا أخي، مسكني من إيدي كان يقول رجاء لا تلومني تراني لاكة والريحة قوية آسف، وقاعد يتعلج. لاكة يعني شنو؟ من يعرف معنى لاكة؟ يعني شارب، شارب شنو؟ ما يصحه؟ أيوة زمزم. لاكة المصور يقول زمزم، يا ريت الناس تلك زمزم، بس حتى المصطلح اللك ها يعني يشرب من الزجاجة بعد يمسكها من أسفل، وهذه بمرة واحدة تعرفها طق طق طرق 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 ورايح تحدي، وريحته قوية وقاعد يتعلج. فرئيس المجلس البلدي شاف التوتر وخر عني، الناس وخروا وتلب فيني وإيده قوية، وأنا تعرف ما أطير زين، يعني أي واحد يمسكني يطيحني ما ما. فالمهم مسكني يا أخي محمد ما لازم تعرف اللي قاعد يصير، بدأ يشكو. قلت له يا الحبيبي الغالي أنت قاعد تشكو اللي برا، ليش ما تصلح نفسك؟ قال أنت خلني بحالي الحين الله يهديك، شوف البلد وين رايح، جاي علي الحين الله يهدينا وياك، هذا وقته يا ابن الحلال يا كذا، ماكو فايدة. وبدأ قلت له عموما خلينا نخلص، قال عموما أنت إذا رجعوا له قال قايق بقعد يمك. قلت وي والله مصيبة، يعني لو تقعد مع واحد ملحد أي فكر منحرف في حوار صح، ما قدرت تحاوره ما يستوعب، هو قاعد يخلط على الشخصيات والرموز السياسية الكبيرة لأنه دايخ ما يقدر كلامه. يا جماعة هكذا يفعل الخمر بصاحبه. فرحت حق الأمن قلت له يا جماعة ما بيقعد جنبي، وسبحان الله طلعت أنا أربعة سيه وأربعة بي يعني ينبع آخر شيء. فرحت وقعدت عند الأخ عبد الرحمن الحميدان وداش قبل الطيارة، وأول ما دشيت يا شيخ مشاري شافني قاعد متسند ورا قال كفو يا شيخ محمد حياك تعال تعال. قلت له والله قال تعال ابن الحلال خلينا نكمل. المهم قعدت يم عبد الرحمن الحميدان رئيس المجلس البلدي بعد محتمي فيه ريال عنده حصانه ولا. المهم كل ساعه يقط له نكته يضحك بصوت عالي شوي شوي عشان تعرفون يا جماعه ماذا تصنع المعصيه والكبيره بصاحبها في الدنيا قبل الاخره. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، هذا في الدنيا، في الاخره جاي دوره ونحشره يوم القيامه يعمى. شوي ولا كلام اخر الطياره رجاء اجيب جوازك، لا ما انا ما سويت شيء، لا لجه بين رجال الامن الطياره وبين احد الشباب ولا جروه شاب 19 18 ما سويت شيء وربع وراه رجعوا انتوا والامن ما اخذه وطلع فيه. سالت المضيف اللي جنبي قلت له شو السالفه؟ قال تحرش في مضيفه بكلمه قذره جدا، شباب هايت ماكو مسؤوليه ماكو بعض القيم، ماكو ثبات على قيم يا جماعه، قيم حتى مجاهره قدام الناس والطياره مليانه والله يا اخوان. اثاري انا قلت الطيارات اللي تجي بالليل دائما تخوف، تكون خالص وها جايك ترنح ولا جايك. فهذا لما طلعوه برا الشاب الحين اخونا هذا قال شيخ محمد فزعتك حق عيال ديرتك لا تخليه فزعتك يا ريال. قلت له ان شاء الله يلا يا محمد ما تبخل بجاهك، وقاعد يقول كلام ساكتين. انا ودي افزع له بس نعطيه درس يعني الولد. فبعد دقيقتين وفي ممر الطياره في الخرطوم مال لجه، لا عطنا جوازك، لا ما سويت شيء، لا سامحوني انا ما غلطت. هي تقول فرحت له قلت له مو عيب عليك، سكر سكر اول شيء، سكر سكر قميصك مبطل صدرك كأنك استعراض رقاصه، عيب مو عيب عليك، طياره بلد مضيفك جاي قدام الناس تتحرش في كذا، شو يسوى عليك لما ياخذونك يكتبون فيك تقرير الان
معيب والله العظيم عمي كذا وقام طبني وأول يخربط طب على راسي يقبلني. عموما نصحته ونصحه قال خلاص والله يسلم راسك والله التزم ما أقول إلى آخره. الحين دخلت مع الطيارة ومع الجواز شافنا الأخ اللي قاعد أبو لك كان يقول قايل لكم كيف هو ريال ريال والله رجع ومسخرة على الهواء مباشرة. ناس قاعدة حريم رجال آباء مسؤولين رجال أعمال فقراء كبار صغار ليش الشكل ونعرف الريال منو. هكذا تصنع بنا الشهوات والبلاء. هذا كله جرنا طلعنا منه من وين؟ إنه ماكو رصيد. يمكن زعلان شرب عدل ما في مناجات ما في تفريغ شحنات طريق صح يا أخي. منها سوق اسمه زنقة الستات. زين الزنقة يعني شنو؟ ها الزحمة. السوريين يقولون عجقة لما تروح سوريا يقول عجقة الشارع. احنا عندنا زحمة. المصريين يقولون زنقة. زنقة الستات وانت تسوي مسوي محاضرات دينية ومسوي نفسك مولانا ومطوع ومعيب يا أخي. قلت يلا الأهل مو معاك نروح زنقة الستات سوق شعبي نشتري شيء رخيص ها بدون ما يدرون. رحنا زنقة الستات ولا بالفعل سوق جميل يا جماعة. روحوا الأماكن الشعبية يعني شوفوا يا جماعة العمارات الطويلة الأسواق الضخمة كذا شبعتوا منها. لا سيما الحريم يروحون آخر الدنيا سياحة تلقاهم في المجمعات. يا جماعة روحوا الريف. المهم دخلنا زنقة الستات شارع ضيق. هنا جلابيات وهنا يبيع قصب وهنا يبيع حذية وهنا يبيع شنط وهنا مصلح وهنا ألعاب وهنا مش عارف شكلوا شارع ضيق وهذا شاير الشاي ويمر بين الناس ما يطيح القاع حسنين شوية بعد ما شغل جو. ولا أمر معي علي ومعي فارس العنزي ولا أمر عند دكان مترين ونص بثلاثة لورا واحد جالس بالخمسة وخمسين طاقية بالطو بيج بشداشة أظن بيضة وماسك المصحف وقاعد يقرأ ومتسند على القاع على الأرض قاعد حط له شوية هذا ومتسند قاعد يقرأ بيده مصحف بيده مصحف وما يطالع اللي الذي يسألونه. عارف أسعار الشنط اللي على اليمين مثلا بكذا واللي على الشمال بكذا اللي على القاع بكذا اللي قدام. السلام عليكم قاعد يقرأ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تعرفوا طريقة المصريين ها؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الجنطة هذه كم؟ 50 جنيه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. قلت له هذه 45 وكان أمره فرطا. قلت له ولي على القاع وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 60 إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. 30 زين شيء عجيب ما يرفع راسه ولا تكلم كلمة. والله يا بنات يا شباب اشتريت الشنطة إكراما للشيخ إكراما للقرآن إكراما لهذا الفناء في كتاب الله. رحت الدكان الثانية مثل العاب حق كذا منو هذا قال ده مولا ده البركة بتاع الشيخ. أذن أذان الظهر نزل المحل سكر المصحف توكل إلى الله إلى المسجد.